عندي صدور دجاج تبلتها، للأسف ما صورت التتبيلة لكن راح أقول لكم عليها. خليتها في التتبيلة يوم كامل في الثلاجة، وزي ما تشوفون حطيتها في هذا السياخ حقت الشو، مكعبات متوسطة. راح أقول لكم على التتبيلة وأكتبها لكم. زبادي، اللهم صل على محمد، وخل، بابريكا، بودرة ثوم، بودرة بصل، راح أكتبها لكم كاملة. وهذه باقي التتبيلة بعد ما حطيتها في الأعواد، باقي التتبيلة ما راح أرميها، راح أستخدمها وشوفوا استخدامي لها في الأخير. سخنت عندي المقلى حق الشوي هنا، حطيت فيه شوية زيت وراح أرتب فيه. طلعت الريحة على طول. القلاية لازم تكون فاطنة ونار أقل من المتوسطة بالخير، ونبدأ نشتري الدجاج عندنا. القلاية لازم تكون فاطنة ونقلبه على كل الجهات لحد ما يشتغل بالطريقة دي، نجيب الدجاج يستوي كده. تمام، هذه باقي التتبيلة حقت الدجاج، راح أحطها على النار وخليها تطبخ شوية، وأضيف عليها كريمة طبخ فيها كل المكونات، فيها ملح، فيها بهارات، فيها يعني ما يحتاج أزيد عليها ولا شيء، خلاص هي كذا بس تطبخ، وراح أضيف عليها كريمة الطبخ. حتى فيها بعض القطع الصغيرة للدجاج اللي ما قدرت أحطها في الأصياخ بدل من أرميها، كمان نحطها مع الخلطة بس تقليب خفيف شوية. بعدين راح أضيف عليها كريمة الطبخ. كمان خليها تتسبك. هذا الصوص عندي تسبك تمام، أضفت عليه رشة بسيطة ملح، انتم أكيد ذقوه تشوفوا لو يحتاج شيء ولا. تمام خلاص كذا راح تمام، راح أطفي عن النار خلاص، وراح أقدم طبختي. أحلى ولد دجاج مشوي بالكريمة، جربوه متأكدة بيعجبكم. وأحلى ولد